عليه الصلاة والسلام. وجبة شعبية. وجبة شعبية. يقال لها المقرص. المقرص. نعم، مكونة من بر. أيوة. نعم، بر يطبخ في ماء ويخرج بهذا الشكل. ما شاء الله. أي نعم. والعدم الذي عليه عسل. هذا عسل. نعم. طبيعي. عسل طبيعي، وأيضا هذا يسمى سليط. سليط. الذي هو زيت السمسم. زيت السمسم. ويحسن أن يكون هناك عسل سمن. بس المرة هذه. وين السمن؟ السمن غالي بيستخدمه. طيب. هذا اشتراطات. هذه أكلة أي منطقة؟ أكلة بلسمر. بلسمر. المنطقة الجنوبية عموما. يعني. ما شاء الله. لا نختزلها. تسمى؟ تسمى مقرص. مقرص. نعم نعم. جزاك الله خير. يسعدك الله. الله يرحم والديك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم.